20 بالغين بعد. يا عمره يما يما بدوى يما يما جت تدخلوني. الله حق سكول حق الحضانه. خلاص هذه صارت جنطة خلود الصغيرة حق الحضانة. كيوت. شنو بتحط داخل صمونة فيها زعتر ولبنة؟ كيوت. شوفوا نظافة سناب بوك وترتيبهم وذوقهم. شوفوا الإبداع. واو. يا بوي. يما حلاتها. لازم نسوي طافة كله كذي. كله خلود الصغيرة ما نبي احنا. كم كثر عندك سنة كم واحد تقريبا؟ وايد. خلاص نسوي طافة. كله شيء والله. ايه هذا البيبيات يصير وايد حلو. ايه كله طوبة. اي والله عادي نسوي. واو سناب بوك يسوي لنا ترى. شنو كذي طوفة كلها صور. ليش ما يسوون هذا؟ والله ايه هنقول لهم يسوي لنا. واو شلون اصلا من التليفون. ايه صح. شلون واضح وصافي الصورة. خلاص هذا يعني يوم حلاتها. أحلى هدية تبي تقدمها سناب بوك. أي والله. راضية. يوم بدو أنا. أخذ خلودي الصغيرة. اللي يبي يقدم هدية حق أحد عزيز عليه بأي مكان، يم بيتهم، بالفريج اللي وراه، بالمنطقة الثانية، بالديرة، بالخليج، بالعالم كله، من الكويت لأمريكا، من الكويت لليونان، من الكويت لهولندا، اللي كان يوصل كل دول العالم تسوون الألبوم أو أي هدية، ميدالية، كوب، كفر تليفون، مخدة، جنطة، ملابس يهال، تيشيرتات، كل شيء. أنتوا تصممون من الصور اللي بالتليفون من الاستديو، صور الاستديو، وتختارون الشكل والحجم وعدد الصور اللي تبونه. وبعد عندي كود خصم حقي أنا وأمين وبعطيكم إياه الحين.